شوف استاذ، انا عندك زين، رانا في القمه يسمى لهنا في هذا المكان. واش ممكن تقول للناس اللي راه صايمين في المسجد يعترف؟ واش نقول لهم؟ ربي يقول لهم ان شاء الله، امين يا ربي، يوفقهم وربي يقول لهم وجدوا رواحكم العشر ايام الاواخر هذه اللي فيها الجوهره الغاليه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: قد اتاكم شهر مبارك فيه ليله هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. واش ممكن يدير الواحد في هذا بسم الله؟ العشر هو في الحقيقة هذا الليل أحسن ما يقدمه الإنسان هو التهجد والصلاة، وإلا الإنسان أي عمل صالح من المغرب إلى بزوغ الفجر، من أذكار، من قرآن، من صلة أرحام، من زيارة، من صدقة، أي عمل نافع، عمل صالح في الليل من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر فهو إن شاء الله راه عندنا أي عمل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اختار صلاة التهجد لأن أفضل، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الواجب صلاة القيام الليل، يعني في جوف الليل. وإلا هو الإنسان يعني نقول الإنسان يحاول يجتهد في هذه العشر الأواخر حتى إن شاء الله يحصل على الجوهرة العظيمة والثمينة اللي هي خير، أجرها خير من 83 سنة يعني. وربي إن شاء الله يعيد علينا يعني هذه الليالي المباركة الطيبة إن شاء الله بكل خير. آمين، بارك الله فيك. Thank you.